ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودعك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجالة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأولا وآخرا وظاهرا وباطنا والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وما قضيت له لنا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.